أرسنال ومانشستر سيتي تتوقع اللقب أقرب لمن؟ أعتقد أن الفريقين في المنافسة يسيران جنبا إلى جنب. إذا كان مانشستر يفوز فإن أرسنال أيضا يفوز. أعتقد أن الأرسنال يقدم موسم هو الأفضل له منذ سنوات ويتبقى له بعض التركيز وبعض التفاصيل الصغيرة لكي يفوز بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأعتقد أن لديه فرصة جيدة ليفعل ذلك هذا الموسم.